تعال تعال نصور سيلفي على انستا. فكرك ورانا كل هاي الفوضى؟ لا تقلقيش من الفوضى، ما احنا راح نصور بسامسونج جالكسي A8. يلا yeah. سامسونج جالكسي A8 الجديد يحتوي على كاميرا سيلفي ذو عدسة مضاعفة وإمكانية تصوير لايف فوكوس، يعطيك قدر تحكم كبير للصورة وإظهار ما تريدون. بس أنت بتعرف قد إيه أنا بتصور؟ مع ذاكرة مبنية 64 جيجا وإمكانية إنك تضيفي كمان 256 جيجا، مش حاجة تقلقي. فكرك بدرس بدالي لامتحان التاريخ؟ شوفي هاي الشاشة فيش إلى حدود. جالكسي A8 فيه كل شيء بدك إياه وأكثر. سامسونج جالكسي A8 الجديد أكثر مما تحتاج.